تعتبر سياسة المنافسة من أهم الأدوات التي يمكن الحكومات استخدامها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والشامل وزيادة الكفاءة الإنتاجية، خاصة بعد النمو السريع في الاقتصاد الرقمي الذي فرضته أزمة كوفيد-19. وتشجع المنافسة الابتكار وتزيد من فرص العمل، ويساهم التطبيق الفعال لقانون المنافسة في كبح الممارسات الاحتكارية والسيطرة على التلاعب بالأسعار وتعزيز جودة المنتجات والخدمات للمستهلكين. ومنتدى المنافسة العربي هو منصة إقليمية تلتئم سنوياً لكي تتيح للبلدان العربية فرصة لتبادل المعرفة والخبرات حول قوانين المنافسة والسياسات المتعلقة بها، ويخلص إلى مجموعة من التوصيات وخارطة الطريق لدعم الدول الأعضاء في العام المقبل. مؤتمر المنافسة الثالث للمنطقة العربية، يعقد هذا المؤتمر سنويا في تستضيفه دولة من الدول العربية. هذا العام استضافته سلطنة عمان في 25 مايو 2022. طبعا نظرا لأهمية هذا المؤتمر، فقد استعدت السلطنة في كافة الاستعدادات المطلوبة لتنظيم المؤتمر من ناحية قاعة المؤتمر، حيث يعقد المؤتمر في مركز عمان لمؤتمرات المعارض. أيضا استعدنا من ناحية استقبال الوفود وتوفير الفنادق لهم، أيضا بتنسيق طبعا مع دسكوا والمنظمات الأخرى المشاركة في هذا المنتدى. في هذا المنتدى سيكون هناك أيضا تحدي المنافسة لطلبة الجامعة العربية، وقد أعدت جوائز للفائزين في هذه المسابقة. سيتضمن المنتدى سلسلة جلسات حول المنافسة في الأسواق الإلكترونية وسياسة المنافسة وترابطها مع السياسات الاقتصادية ودور قانون وسياسة المنافسة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحكام المنافسة أيضا في الاتفاقيات التجارية وغيرها من المواضيع. لعل ما يميز هذا المنتدى في هذا العام تعاون الإسكوال المثمر مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في سلطنة عمان، وسيكون هناك حضور ومشاركة من ممثلي المنافسة في جميع الدول الأعضاء في المنتدى. كذلك سيتيح هذا المنتدى المشاركة حضوريا عبر الزوم، وسيحضر هذا المنتدى نخبة كبيرة من أهم الخبراء وكبار الفعاليات في جميع أنحاء العالم. أيضا المبادرة التي أطلقتها الإسكوا هذا العام مع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للمرة الأولى، والتي تستهدف طلاب الجامعات في عمان وتحثهم على تقديم ورقة بحثية مبتكرة تتضمن دراسة حول السلوكيات المناهضة للمنافسة في المؤسسات الرقمية والحلول المقترحة.